تقول صاحبة القصة: أنا بنت مخطوبة من عمر 17 من ولد عمي، وكنت بالبداية راضية على هالزواج لأني أعرف ولد عمي، وقبل رمضان ملكنا على بعض، ومن بعد خطوبتنا بفترة لاحظت أمه وأخواته تغيروا عليه حيل، حتى لما ملكنا على بعض كان من المفروض أهله يزورونه، بس العكس، ما جات لا أمه ولا أخواته، صار التمليك بين الرجال وبس، أنا وولد عمي ما في بيننا تواصل ولا أعرف عنه شيء، مع العلم أنا بعد ما ملكنا صرت أحس بضيق وأحس مو مرتاحة، حتى بكيت لأبوي قلت أنا ما أبي، أنا مو مرتاحة، بس أبوي أجبرني، ولين الحين أحس بضيقة وأحس ينتظرني شيء مو حلو، ما أعرف عنه شيء، وفكرت بيني وبين نفسي، حاولت أجيب رقم زوجي وكلمته سألته عن برنامج لي، لأنه هو آخر من دخل فيه عن طريق أبوي عشان أمور الضمان، المهم لما كلمته كلمني بدون نفس، وصار لي يومين مرسلت له، بس سوى تفاعل على رسالتي ولا سأل عني ولا شيء، أحسه مغصوب علي ولا يبيني. قلبي يقول كذا، ولا كيف واحد تو مملك وزوجته تتكلم ولا يسألها عن أخبارها ولا عن شيء يخصها؟ المفروض ينبسط إني كلمته، أنا كنت أفكر مو عارف عن رقمي، كلمته كنت أحس بيعطيني وجه عشان أتعرف عليه، مع العلم أنا الحين عمري 19 وزواجي قريب، لأن عطوني المهر، بالله عليكم إيش أسوي؟